السلام عليكم. تحديث اليوم اللي نزل اللي هو الـ iOS 16.4 الـ RC أو الـ GM، النسخة النهائية للمطورين، نسخة نهائية لكن مش للكل. أوكي، النسخة هذه ما راح تشوفها في جهازك. النسخة هذه إذا كان عندك حساب مطورين أبل أنت مبرمج راح تشوفها، أو للبابليك برضو مش مطورين، نسخة تجريبية إذا كنت مسجل للعام يعتبر، لكن مش رسمية، يعني ممكن فيها مشاكل. أنا قلت لك هذه النسخة النهائية، عادي بعد يوم أو يومين تنزل أبل نسخة نهائية ثانية تطلع فيها هذه المشاكل. فلا أتوقع أنه هذه النسخة النهائية لازم أنزلها أو أبي أنزلها بسرعة الآن، يمكن توهق تصير فيها مشاكل. فانتظر إلين ما تنزل هذه النسخة للكل. متى راح تنزل هذه النسخة اللي هي 16.4؟ إن شاء الله الأسبوع القادم، الاثنين الثلاثة بالكثير تنزل للكل. إذا ما فينا مشاكل النسخة هذه نفسها، إذا في مشاكل ممكن تأجلها كذا يوم. فالميزات حق هذه النسخة الـ iOS 16.4، شو الميزات اللي جابت لنا من الـ iOS 16.3؟ أنا عارف بتقولي في iOS 16.3.1 الشيء، لا أنا أتكلم عن 3 إلى 4 الرقم الثاني، يعني 16 أنا أتكلم عن 3 لأنه كميزات. في بعض الميزات اللي يمكن أنت ما راح تحتاجها لكن ستيل تعتبر ميزة، ما أدري وين وصلت، لكن ننتقل من 3 إلى 4 بسبب ان هذه الميزه. مثلا لو واحده خلاص هذه ميزه نزلت في السوفت وير لازم نقفز بالرقم عشان نرتب الموضوع، ان الرقم الاول لو يتغير من 16 الى 17 اللي راح ينزل عندنا ان شاء الله في جون او حق المطورين المؤتمر اللي بنشوف هذه النسخه يكون 16 الى 17. ليش؟ لان ميزات كثيره فيه. بعدين 16.0.1 مثلا الرقم الثالث هذا بس تحسينات، الرقم الثاني ده 16.1 هذا يعتبر فيه ميزات، كذا نمشي. فالنسخه اللي راح تنزل الآن من 13 إلى 14 فيها ميزات، يمكن تقول أنت ما تستاهل إن تغير رقم لأن يمكن ميزات ما عجبتك، لكن ستيل يعتبر ميزات، يعتبر فيه إضافات جديدة. أول حاجة هذه النسخة راح تشغل 5G لحق بعض الدول، تقريبا تركيا وكذا دولة الهند شغلوها النسخة اللي راحت، لكن هذا شيء من الأشياء إنه تشغل هذا الشيء. برضو تغيير في التحديث في الأبديت، إذا أنت مطور، لأن النسخ القديمة كانت ما يحتاج تكون مطور، يعني المطور تدفع فلوس سنويا لحق قبل عشان $99 في السنة على حسابك علشان تقدر تحمل تنزل لك بروفايل وتقدر تحمل النسخة التجريبية. بعض الأشخاص يخشون مواقع ويحملون البروفايل وينزلونه في الجهاز عندهم. الآن أبل كنسلت البروفايل، ما في بروفايل تحمله، تخش الإعدادات في التحديث هناك مكان التحديث راح تحط الاكونت حقك. اذا حطيت الاكونت حقي ابل اي دي حقك هناك، اذا عندك ابل اي دي ثاني تقدر تحطه هناك. اهم شيء انه يكون الابل اي دي اللي هناك موجود مسجل في موقع ابل المطورين، ما في بروفايل، تسجل موقع ابل علشان يسوي التشيك وتقدر تنزل البروفايل هناك. لكن اهم شيء انه يكون هناك حساب وتشيك، يعني الجهاز يشيك ان الحساب هذا اوكي في المطورين، يلا نعطي نسخه. كذا ابل وقفت الحركه انك تسرق النسخه كانك مش مطور تنزل نسخه. هذا شيء. في أشياء كثيرة، في الإيموجي اللي نزلت جديدة تقريبا أكثر من 21 أو 21 إيموجي جديدة. أنت بتقول ما مش عاجبيني ولا شيء، لكن هذه يعتبر ميزة. يعني في الأبل بي برضو في تغييرات لحق الأبل كارد والميزات، وفي برضو لحق الأولوز أون ديسبلاي بعض الكلمات تغيرت، وإنك تقدر توقف يعني الكلمة من تحت يقول لك إن الأولوز أون إذا تركتها فترة راح تطفي الشاشة لحق الأجهزة الجديدة. وفي برضو تعديل حق الكار ديدكشن لحق الحوادث ديدكشن، لو السيارة عندك مثلا صار لا قدر الله أنت في السيارة وانقلبت السيارة ولا شيء أو صار حادث فيدق على الطوارئ، اوكي، والساعه موجوده هذا الشيء. فتحديثات او تحسينات حق هذا الشيء، وهذه الميزه موجوده حق الايفون 14 برو وال14، يعني من ال14 ونطالع انه هاردوير كجهاز والساعه برضه. وفي برضه تحسينات او ميزه جديده نزلت اللي هي موجوده عندنا في امريكا هنا وبدات في كندا ونزلت الحين كذا دوله برضه، تكلمت لكم عنها كذا دوله تقريبا فوق 6 دول في اوروبا، الا وهي الستلايت، مكالمات الطوارئ في الستلايت. إذا قدر الله أنت في مكان مقطوع وتبي ما عندك أبراج ولا شيء ما يحتاج تموت بالستلايت تطلع. هذا الشيء للأسف إنه إلى الآن مش جميع الدول تقدر تكلم الطوارئ. طبعا بدأت في أمريكا وكندا ودخلت كذا دول في أوروبا، فقاعدة توسع الخطة دي أبو.
في بعض الاشياء الثانيه برضو تعديلات خفيفه في سفاري، تعديلات خفيفه في الاعدادات في الجهاز، وصل الكلمات غيرت برنامج الكتاب، برنامج الكتاب، برنامج الكتب الان تقدر، جابوا لنا الستايل القديم كيف تصفح الكتاب يمين يسار، فهذا جزء من الاشياء. تحسينات لازم يكون فيها تحسينات، حتى لو انك تقول ما بالميزات، حدث حق هذا السوفت وير، هذا السوفت وير يكون محبوك او يكون افضل من السوفت ويرات القديمه. يعني 16.3 او 16.2 او 16.1 وتشتكي من حراره، تشتكي من الاشياء. اوكي السوفت وير هذا اللي انت موجود عليه الان، هذا في بدايه نزول السوفت وير، يعني اول ما ينزل السوفت وير 16 تصير في مشاكل حراره واشياء، وشنو نزل 40 16.0.1 يمكن تصير في مشاكل 16.1 16.2 16. الان 16 هذا على اخر ايامه، الان التحديثات اللي موجوده الحين 16.4 يعتبر على اخر تحديثات عمر لايو 16، باقي هذا الشهر ينزل 17، فالان يكون 100% افضل من السوفتيرات اللي في البدايه. بتجيني بتقولي اوكي انا حددتها وصارت عندي مشاكل، البطاريه ما تخترب، بتجيك جهازك انت مثلا قبل 3 سنوات 4 سنوات، جهازك البطاريه مختربه، انت لازم تغير بطارية خلاص. يعني لا تتوقع ان حدث الجهاز الان راح ترجع البطاريه ممتازه، تحديث الجهاز والجهاز بس يحدث السوفت وير، ما راح ينفتح الجهاز ويشيلون البطاريه ويركبون بطاريه جديده، لا تحديث السوفت وير بس، فما له شغل ذا الشيء. بطاريه خربانه، جيت مثلا تقول لي ان بعد ما حددت الجهاز انا نزلت نسبه البطاريه، شيء طبيعي، وقت ما تحدث الجهاز يطلع علامه ابل مع التحديث اللي بالخط تحت، في ذا الوقت الجهاز قاعد يشيك على الملفات النظام داخل، وشيك على مستوى البطاريه الهيلث. يعني قبل ما تحدث مثلا البطاريه عندك في 90 او 90، بعد ما تحدث بس شغلت الجهاز شفتها صارت مثلا 89، كيف صارت 89؟ الجهاز في نفس الوقت قاعد يشيك الجهاز نسبه الهيلث حق البطاريه، ما يشيك عليه نفس على طول، يعني نفس بطاريه الجهاز اللي عندك موجوده، لان دي اشياء دقيقه ولازم يشيك عليها الجهاز وقت فتح الملفات حق النظام كلها. ولا تتوقع ان هذه الارقام صحيحه، يعني تتوقع انت نسبه البطاريه حق جهازك هذه بالضبط صحيحه؟ ليش اذا صار من 90 الى مثلا 89 بياخذ دقيقه ودقيقتين الواحد يطول اكثر؟ النسبه محطوطه بس كذا عشان تبين لك ان جهازك خلاص يلا بيطفي ترى، بس لكن لا تتوقع انها ذي دقيقه 100%. النهايه السوفت وير اللي بينزل الاسبوع الجاي في ميزات واكثر من الميزات اللي قلتها لكم. السوفت وير البيتا الثالث ما نزلته او ما سويت له فيديو، ان شاء الله اسوي النسخه النهائيه هذا الحق الاسبوع القادم واسوي لكم فيديو مفصل لها كلها ان شاء الله. السلام عليكم. اول سؤال قبل ما تسالونه راح اجاوب عليه، ليش ما اشتغلت خرائط السعوديه الان؟ كيف معروف ذا الشيء الان ما اشتغلت صح؟ وأبل جهت تشتغل على هذا الشيء، شغلتها هذه في نسخة البيتا، ليش وقفت أبل الآن؟ ما راح نتكلم بأشياء كثيرة، مش بكيف أبل تخش في دولة ما تأخذ إذن من دولة والأشياء ذي، فمن أبل ومن أشخاص ثانيين فهموها أنتم، بتشغلها أبل 100% بتشغلها، ولا توقع أن الأيو 16.4 هذه راح تكون آخر نسخة، في أيو 16.5 ممكن الأسبوع القادم إذا نزل عندنا الأيو 16.4 الكل، بعدها بيوم ممكن في نفس اليوم تنزل أبل 16.5 بيتا 1. ونبدأ نشوف الميزات، لأن باقي ميزات حتى هنا في أمريكا باقي ميزات ما نزلتها في السوفت وير. ف 16.5 راح يكمل معانا إن شاء الله، وبين السوفت ويرين هذه يمكن ننزل 16.4.1 16.4.2، فباقي ميزات برضو. أبل وعدتنا إن في الأي أو إس 16 تنزل خرائط أبل برضو بالتحديد، قالت قبل نهاية السنة اللي هي السنة اللي راحت، ما صار ذي الشيء، أخلبت في الوعد إن نهاية السنة ما صار، لكن الآن لا يو 16 ما بعد نخلص، فباقي كذا شهر على ما يخلص، لو باقي اكثر لحق العامة اذا كان نتكلم عن الشخص العادي لا يو 16 باقي لين شهر 9، لكن كمطورين باقي لهم 3 شهور على ما يشوفون النسخة القادمة.